نتعلم صيغة السؤال هذه. What did you؟ ماذا أنت؟ نترجمها ماذا أنت؟ Did ليس لها ترجمة، لكن تشير إلى الماضي، يعني الماضي البسيط، أنا حدث وقع وانتهى في الماضي. نحفظه بهذا الشكل. What did you؟ نضع بعدها فعل. What did you give؟ ماذا أعطيت؟ يقول الشخص give بالشكل الأول الفعل أو صيغة المضارع أو صيغة المصدر. نعم، لكن did هي تشير إلى الماضي. What did you give؟ ماذا أعطيت؟ What did you take؟ ماذا أخذت؟ What did you eat؟ ماذا أكلت؟ What did you drink؟ ماذا شربت؟ What did you say؟ ماذا قلت؟ What did you buy؟ ماذا اشتريت؟ إذا نحفظ الصيغة هذه، What did you did؟ ماذا ترجمة؟ لكن تشير إلى الماضي، الماضي بسيط، يعني حدث وقع وانتهى في الماضي. بعدها نستخدم الفعل بصيغة المصدر بدون أي إضافة، يعني بالشكل الشكل الأول للفعل. What did you؟ ونستخدم بعدها الفعل.